السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من دورة تعلم Command Line Interface باستخدام البايثون. لدينا مثلا نقوم هنا بإنشاء فولدر جديد مثلا نسميه Test بهذا الشكل. الآن مثلا نعمل على مثلا على الجافا سكريبت. لدينا ال npm ثم init بهذا الشكل. نلاحظ هنا في يتم عرض لنا برومبت، وهنا لدينا القيمة افتراضية. كيف قام، من أين قام بجلب هذه القيمة الافتراضية؟ تيست، أي قام بأخذ اسم هذا الفولدر. في حال لم نقم بإدخال أي قيمة أخرى نحن، سيتم اعتماد هذه القيمة الافتراضية. نقوم بالتجربة. كما نلاحظ الآن النيم هو تيست، وهنا تم إنشاء لنا هذا الملف. نقوم بحذفه من جديد، نعمل clear ونقوم بالتجربة من جديد. الآن إذا أردنا تغيير تيست فقط نقوم ب هنا بتغيير. الآن النيم أصبح tutorial. إذا هذا البرومبت هو دايناميك، أي بمعنى يعني ليس ثابت، يعني يمكننا أن نقوم باعتماد بعض الـ variable اعتمادا على الـ environment الخاصة بهذا العضو أو بهذا المستخدم. كيف نقوم بمثل هذه الحركة في الكليك؟ عن طريق هنا الـ default. لدينا هنا الـ default، نقوم بتمريره إلى الـ options. لدينا هنا الـ lambda، يتم الـ lambda عبارة عن function. هذه هي الـ expression الخاصة بالـ lambda. قمنا فقط ب مثلا هنا لدي، نقوم بتجريب هذا التطبيق أو هذا السكريبت بايثون اب دوت. كما نلاحظ هنا اليوزر نيم الجوريتم، من أين تحصل على هذه القيمة؟ تحصل عليها من الانفايرمنت أو البيئة الخاصة بالكمبيوتر الخاص بالجوريتم. كما تلاحظون تم يعني قام بجلبها من هنا. الآن لو ضغط OK كما نلاحظون هنا هلو algorithm، وإذا قمت بإدخال قيمة أخرى سيتم اعتماد هذه القيمة. إذن هذه القيمة هي افتراضية فقط. كيف تحصل عليها؟ كما قلنا عن طريق الديفولت، وتحصل عليها من الانفايرمنت. يعني هنا عملنا import للـ OS الـ operating system، يسمح لنا بالتعامل أو الوصول إلى الميزات أو المتغيرات الموجودة في الفئة الخاصة بي. قمنا بعمل جلب لليوزر نيم، وهنا لدينا show default. لو ذهبنا إلى صفحة الهلب كما نلاحظ هنا الديفولت current user، أي المستخدم الحالي، لأن هذه القيمة الديفولت هي قيمة ديناميكية متغيرة. فمثلا لو هنا اسم الكمبيوتر الخاص بي مثلا أسامة، هنا يعني ستصبح سنجد أسامة وليس ألغوريتم. أيضا لدينا ميزة أخرى وهي الفيرجن. كيف نقوم بعمل الفيرجن؟ لو جئنا مثلا إلى هنا نعمل npm داش داش version، نقوم بعرض الإصدار. كما تلاحظون هنا لدينا 6.4.1. كيف نعمل مثل هذه الحركة في الكليك بكل سهولة؟ لدينا هنا دوك ديكوريتور اسمه version option. هذا الفيرجن option نستطيع أن نقوم بتمرير له الفيرجن، أي رقم الإصدار. نستطيع أن نمرر اسم البرنامج، وهنا الرسالة التي ستظهر، وهنا يعني options أخرى اختيارية. هنا قمت بتمرير رقم الإصدار 1.0، وهنا الرسالة قمت بتخصيصها. هذا هو شكلها الافتراضي. أنا هنا قمت بتخصيصها حسب ما أريد. أريد فقط أن أعرض الفيرجن، إلا الفيرجن، لا أريد أن أعرض اسم هذا السكريبت. نقوم بالتجربة.
داش فيرجن، كما تلاحظون هنا فيرجن 1.0. أما إذا قمت بحذف هذا المسج ونقوم بالتجربة من جديد، هنا يتم عرض لي اسم هذا السكريبت لأن هذه القيمة الافتراضية بروج، ولدينا هنا الفيرجن يتم عرض أيضا رقم الفيرجن. لنقوم مثلا بتغيير اسم البروجرام أو هذا السكريبت، نقوم هنا بتمرير اسم هذا السكريبت مثلا سبايدر بهذا الشكل، ونقوم بالتجربة من جديد. عفوا، هنا البروجرام نيم، بهذا الشكل. تلاحظون هنا سبايدر ثم فيرجن. وإذا أردنا التحكم يعني في شكل هذه الرسالة كما قلنا عن طريق المساج، ولدينا شيء آخر وهو الكونفيرميشن اوبشن، اي عندما نعمل برومبت مثلا نريد ان نقوم بالتأكيد. مثلا هنا لدينا في ال npm init، كما نلاحظ هنا ينتظر منا التأكيد اما yes or no، والقيمة الافتراضية هنا yes. كيف نعمل مثل هذه الحركة في الكليك؟ عن طريق الدوكيريتور confirmation option. لدينا هنا هذا البرومت يتم عرضه، وفي حالة قام بإدخال yes نقوم بعرض هذا المسج، وفي حالة النو يقوم البرنامج بالخروج. مثلا هنا عندما طبعت نو قام بطباعة aborted، نقوم بتجربتها على الكليك. Are you sure you want to drop the database؟ القيمة الافتراضية هي no. كيف عرفت؟ هنا الآن capital أي هو القيمة الافتراضية. إذا طبعت OK كما تلاحظون aborted البرنامج قام بالخروج، وإذا طبعت yes هنا تم عرض لنا هذه الرسالة هنا dropped all tables. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح، نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.